السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كنا عايزين نتبرع. انت هتملى الاستمارة دي وتكتب فيها العنوان اللي موجود قدامك ده 60 شارع ناهية، وتسيب الهدوم هنا وتمشي، واحنا هنوصلها للعنوان. كتر خيرك يا سيدي، كتر خيرك. طب يلا بوم، ده صعب قوي اللي هو بيقوله. استنى بس نلقط يا عم نفسنا من المشوار. يا ما اللهم صل على النبي، كل دول ناس بتعمل خير يا اخي. شوف شوف الناس قلوبها صافيه وبيضه ازاي. ايه ده يا انسه، انت نسيتي الجاكيت بتاعك. انهي جاكيت؟ الجاكيت ده مش بتاعك؟ ازاي يعني؟ ده اكس لارج وانا بلبس لارج، انت شايفني تخينه؟ ما انا افتكرته بتاعك والله. لا ده بتاع بابا الله يرحمه، كان بيموت في الاسود والبستاج. طيب خلاص سيبيه، وابوكي الله يرحمه لما يجي احنا نديهوله. بابا مات عشان كده انا متبرعه بيه. هتتبرعي بابوكي؟ متبرعه بالجاكيت. طب هاتي 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 هاتي. بابا ما سابش حاجات تانية بقى؟ لا هو ساب الجاكيت والمج وماما في البيت. ماما حلوه؟ انت بتقول ايه؟ يعني نفسيتها حلوه راضيه يعني انت تبرعي بالجاكيت؟ انت شكلكم مجانين. بقول لك يا لا بومبا، الجاكيت ده شيك قوي. ايوه شكله تحفه، شيك قوي قوي. حلو حلو. طب ما جربه عليك كده. لا يا ابني جربه عليك، ده شكله مقاسك والله. يا عم لا شيك قوي يا ابني اتكسف. لا أخوي. شيك قوي قوي يا عم اتكسف والله، البسه قدام الناس يفكروا ان احنا هناخده. يلا بحب بس الحاجات الليكره. ليه الله ايه ده مقاسي بالظبط، شيك قوي. جورجس بقول لك ايه، ده مقاسك بالظبط. ايوه. ولا بومبا هو انت ابوها ولا ايه؟ ابو مين؟ ابو البيت اللي ابوها ساب الجاكيت. ليه؟ هو عشان مقاسي يبقى انا ابوها؟ ايوه نفس مقاسك بالظبط. انت صاحب ابوها؟ حتى لو صاحب ابوها هو لازم يبقى نفس المقاس. يا ابني ما احنا اصحاب بس مقاسنا مش واحد. ايه الغباء يا ابني ده؟ ايوه صح. بس انت تعرف بقى الجاكيت ده عايز ايه؟ عايز حاجه تكسره. حاجه ايوه. هو انت بتتبرعي بايه؟ الله ايه ده، ايه الذوق الحلو ده، وايه الفستونات الجميله دي، ده في الوانات. الوانات ايه يا عم؟ لا والله يا ابني ما عنديش غيره. ده مقاس كام؟ 40. ساره انا مقاس 46. هات هات. انا بلبس 42، احط له فرشه والبسه. تعرف يا تيمون ده عايز ايه بقى؟ عايز شورت جبردين. يا جماعه حد بيتبرع بشراط جبردين مقاس 36؟ لا لو كده مش 36، ده خليها 34 لان المستعمل كده كده بيبقى مريح. ماشي يا جماعه، شراط جبردين مقاس 34 فواتح يا جماعه فواتح. كابتن انا معايا مايوهات، تنفع؟ مايوهات؟ انت جاي تتنطط على المحتاجين هنا؟ محتاجين ايه اللي بيلبسوا مايوهات؟ المحتاجين شرفه. خلاص تيمون بقى اهدى بقى اهدى بقى، روح روح اتبرع بيه للمحتاجين في مراسي. روح خلاص يا عم مش متبرع. هم اولى محتاجين مراسي اولى يا اخي. نتأدب. ايه ده؟ ما معرفش الناس دي بتفكر ازاي. الله تحفه، ده هيبقى تحفه على العهد. لا ده يبقى تحفه على ابويا. ابو سعيد ما بيحبش الغوامق. ايوه صح. سوس الماتيريال. انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ انا عايز افهم. سيب الهدوم دي منك ليه؟ ماشي يا عم. هتبوظوا لي شغلي. يا عم بالراحه. اتفضلوا امشوا. طيب يلا تعالى تعالى هات البنطلون بقى المسخسخ ده لك في الشنطه. خد يا اخويا البنطلون اهو. اتفضل، مع الف سلامه منك ليه؟ فاكرنا حراميه ولا انا عارف